في البداية كنت أنا أحب الرسم بشكل عام، لأن جدي الله يرحمه كان رسام وكان معروف بموهبته، يعني اكتسب هالشيء موهبة مو بدراسة. فأنا من بد أحفاده الحمد لله ورثت هذه الموهبة، وما كنت عارفة يعني شلون مكانها صح، غير أن أمي كانت توديني نوادي فيها فعاليات رسم وأنشطة ابتدائي، يعني في مرشدات والزهرات، وكنت أرسم بالمعسكر الزهرات. فلي مرحلة الثانوية أنا بصراحة ما كنت أشوف أن الرسم وين ممكن أوظفه أو وين ممكن يكون مكانه صح، يعني خصوصا لما تكون طالب ثانوية أنت تكون مرحلة حتمية ومصيرية، هذا المصير بيحدد حياتي شلون بتصير بعدين. فمن 2011 اختي الكبيرة اخذتني ورحنا نشوف فعاليات بالكويت، يعني غير ان تكون فعالية مثلا مدفوعة او شيء كذي، كان في مهرجان الكويت المسرحي، ومن 2011 كنا نحضر العروض، ووقتها عرفت ان في معهد العالي فنون مسرحية وفي دراسة لقسم الديكور والأزياء المسرحية. أول عمل مسرحي صممت له كان عمل طلابي، كنت بالفرقة الثانية في المعهد العالي فنون المسرحية، وللأمانة كان ما كنت عارفة شلون أصلاً أدخل مجال التصميم، كنت محتارة يعني وين أروح أو شلون أدخل هالمجال. لكن للأمانة بداية كنت أساعد في التنفيذ، في السنة الأولى والثانية كنت أساعد الطلبة شلون ينفذون القطع المسرحية، مثلاً سواء زملائي بالدفعة أو دكاترتنا. فالله يذكره بالخير كان في عندنا دكتور في المعهد كان عنده مشروع حق ديكور مسرحي في مهرجان الكويت المسرحي، ومن بعدها عرفت ان هم طلبة سنة رابعة يحتاجون طلبة يصممون لهم ازياء حق مشاريع التخرج، فعرفوني زملائي على طلاب السنة الرابعة واختاروني ان يعني واعطوني الثقة ان اصمم حق مشروع تخرج، وهذا شيء مهم وايد. بالنسبة حق الصعوبات اللي أنا واجهتها خلال المجال بشكل عام أو دراستي، بداية هي صعوبتين كانت، واحدة في أول ما دخلت المعهد العالي فنون المسرحية، والثانية بعد جائحة كورونا. فأول مرة صراحة ما كنت أدري شلون أنا أدخل في مجال التصميم الأزياء بشكل عام وأكون متخصصة فيه. فأنا سمعت أذكر كلمة واحدة يعني هي رتبت لي حياتي، إن الواحد مثل يدش المجال درية بدرية، ما أقدر أتسرع لأن لازم يكون عندي خبرة. فبداية كان عندنا بسنة أولى أعمال الطلبة، طلبة التمثيل والإخراج، فكنت أساعد زملائي نفس القسم ان ننفذ قطع حق طلبة الفرقة الرابعة. من الأعمال المسرحية اللي شاركت فيها خلال المعهد وبعد التخرج أعمال كثيرة الحمد لله، ومنها كانت أكاديمي وجماهيري، مسرحية الرجل الذي صار، حقيبة الذكريات، مسرحية الدب، مسرحية جزء من الفانية، على قيد الحلم، للحريم فقط، مسرحية ناني، مسرحية خبز خبستي، آخر رجل في العالم، ومسرحية خطوات الشيطان، والعديد من الأعمال المسرحية.
بالنسبة حق أعمالي الدرامية والسينمائية، أنا عندي الأعمال الدرامية فترة قليلة، لكن الحمد لله الجاي إن شاء الله أكثر. وهم عملين، مسلسل السجن صورناه ب 2018 ونعرض في 2020، ومسلسل بات نايت المخرج محمد دحام الشمري. أما الأفلام فشاركت في مجموعة أفلام قصيرة، وإن شاء الله هم في مشاريع للأفلام السينمائية يعني في المستقبل راح يكونون ينزلون. وهم أذكر فيلم القريب، هذا فيلم شارك فيه كثير من المهرجانات، وفيلم العباية وكذلك المهرجانات، فهي يعني فرحتها لحظية بالنسبة لي، لأن أنت مجرد ما ينقال اسمك وأنت مو متوقع أنك تفوز بجائزة أو جائزتين نفس الوقت، هذه لحظة كذا افتخر فيها. لكن ما أشوف أن هذه اللحظة هي اللي تحدد طبيعة شغلي لي قدام، أو ممكن تعطيني دافع أن أنا أتحدد نفسي. بالعكس، أنا لما أفوز بجائزة أحس بالمسؤولية، لأن أنا بيقدم أفضل وبيتعلم من كل عمل، وأبي أضيف طبعاً حق الفن بالكويت، وأكون عنصر فعال في المسرح والدراما. أزياء مسرحية ذهبت للفنانة حصة العباد، مسرحية حقيبة ذكريات، شاركت سنك للإنتاج الفني. بالنسبة للمكياج المسرحي أو المؤثرات السينمائية، هي نقطة تحول كبيرة بحياتي وشغف أنا يعني ليه هذا اليوم أحبه، لأن له علاقة كبيرة مع الأزياء. أنا عرفت المكياج أو تعلمت المكياج المسرحي لما كان عمري 16 سنة، كنت بحكم أن وضع دراسة، فكنت بالبيت ما عندي شيء أسوي أجرب. كان وقتها موضوع اليوتيوب بداية ينتشر، قنوات اليوتيوب وطريقة الشرح، فكنت أشوف برامج عن المكياج وعن المؤثرات السينمائية، وكنت أشوف أن يعني الأهل يستغربون أن هذا شيء غريب أو مو الكل يسوي، وأجرب على نفسي وممكن يكون مقالب بعض الأحيان، فكان ممتع حيل. وأخذت في ورشة ب 2014 مع الأستاذ عبد العزيز الجريب، أوجه له تحية، وما شاء الله هو من الناس المبدعين جدا في هذا المجال، اللي ليه يمكن سابق الناس 5 سنين قدام، ما شاء الله عليه متجدد. فهو نبهني يمكن موضوع الديكور والأزياء، وإن هذه صناعة كاملة، فإحنا بشكل عام نكمل بعض، المكياج والأزياء والديكور كلنا العمل كامل، إذا نقص شيء ما راح يطلع متكامل. فعشان أنا أعطي شكل احترافيته لازم يكون فيه مكياج موجود، شعر موجود، اكسسوارات، قطع ديكور، ألوان، حتى التلوين بالكاميرا هذا مهم. فأنا ما أقدر أقول إنه ماكو شيء ما يحتاج شيء، إحنا بالأخير نكمل بعض، إحنا مثل الخلية اللي تشتغل عشان تعطي العمل بصورة كاملة. الانستغرام أنا ما كنت أشوفه إن عنصر مهم بالبداية. ب 2013 أنا كان عندي إنستغرام، أول ما تخرجت فتحت لي الأكاونت، ما كنت فاهمة إن موضوع الإنستغرام، لأنه كان برنامج جديد علينا،
لكن لما تخرج يعني مو تخرج لما كنت أدرس كنت أشوف لكن ما تشجع، كنت أخاف، أخاف إن الموضوع يكون فيه ردود أفعال غريبة أو ما تفيدني. لكن مع السؤال مع الاستفسار مع طريقة إن أنا أعرض الشغل صح تعلمت إن هذا الشيء ممكن يفيدني، خصوصا بعد الجائحة. وايد مجالات تعتمد على الانستغرام أو وسائل التواصل الاجتماعية عشان تتواصل معي، والحمد لله أنا كانوا يتواصلون معي بالبداية بدون الانستغرام، لكن زاد هذا الشيء باب جديد علي اللي هو مجال الدعاية والإعلان، مجالات السوق العادي مع الناس، وايد أمور. فأنا أشوفها يعني شيء حلو إن أنا هالخطوة أخذتها السنة. اللحظة اللي حسيت فيها في الفخر لما تخرجت من المعهد العالي في فنون المسرحية، صراحة كانت لحظة جدا رائعة، وهي لأن أنا أشوف أن الموضوع الشهادة مهم. أنا هني ضمنت مستقبلي واكتسبت وايد من المعهد، خصوصا لما أمي حضرت، أمي وأبوي يعني حضروا التخرج وشفتهم فرحانين فيني وشلون الدكاترة الله يذكرهم بالخير أشادوا فيني ومستقبلي. هذه لحظة ما راح أنساها، وحسيت يعني إن أتمناها وصارت الحمد لله. بالنسبة لمجال المسرح والتلفزيون والسينما، فأنا أشوف نفسي في كل المجالات، لأن الموضوع الأزياء يختلف من مجال إلى آخر. فإحنا بالمسرح نعتمد على أن الجمهور هو اللي يقيم الموضوع، لأن الأزياء في المسرح لازم يكون فيها مبالغة ويكون يعني ردود الفعل من الجمهور، لأن الموضوع لايف الحي. فهني أنا أشوفها بنظرة ثانية غير عن التلفزيون. التلفزيون والمسلسلات والدراما ممكن يأخذون طريق الأزياء في توظيفها بالتاريخ، الأعمال التاريخية، الحقبات، دوكيومنتري أو أعمال المنوعات اللي يكون فيها ممكن جزء رعب أو كوميدي، فيختلف الموضوع وفيها التفاصيل تختلف، لأن الجمهور راح يركز على التفاصيل، الأمور هذه البسيطة والصغيرة. فهني هم موضوع الأزياء ما أقدر أقارنه بالمسرح، لأن بالمسرح عندي بهرجة وشو ويكون يعني في تفاعل حي مع الجمهور، لكن بالتلفزيون الموضوع جدا مختلف، يعتمد على التفاصيل.